مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي زيتود ديجيتال. اي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. نبدأ بأخبار البطولة الوطنية. اليوم تنطلق الجولة الثالثة اياب من مرحلة التتويج. المواجهة الاولى باش تجمع بين النادي الافريقي ومضيفه اتحاد تطاوين مع 4:30 متاع العشية. مقابلة باش تدور في ملعب نجيب الخطاب وباش تكون منقولة على قناة الكأس 2. طاقم التحكيم اللي باش يدير مباراة اليوم متكون من الصادق السالمي كحكم ساحة، ويساعدوا الثنائي يامن الملول شوائل الحناشي، حسين بالعريس باش يكون حكم رابع، ومحمد الدبابي هو مراقب المقابلة. بالنسبة لغرفة الفار نلقى وليد الجريدي كحكم أول ويساعدوا باسم عبودة. بالنسبة لبقية مقابلات الجولة هذه، غدوة الأربعاء مع 4:30 ديربي الساحل باش يجمع بين الاتحاد المنستيري وضيفه النجم الساحلي في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. وفي نفس التوقيت ملعب رادس باش يحتضن مباراة الترجي الرياضي وضيفه الأولمبي البيجي. آخر مقابلة في الجولة هذه باش تلعب نهار الخميس مع 4:30 وباش تجمع بين النادي الصفيقسي وضيفه اتحاد بن قردان في ملعب الطيب المهيري. المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري قاد فريقه الزمالك لانتصار صعيب على حساب نادي الاتحاد لحساب الجولة 30 من البطولة المصرية. الجزيري كان سجل ثنائية في الدقيقتين 23 و49، وهكا ساهم في حفاظ فريقه على المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 53 نقطة، فارق 9 نقاط على النادي الأهلي المتصدر والمنقوص من 6 مقابلات. أكد حبيب الجرامي رئيس اللجنة القانونية للأولمبي البيجي في تصريح لمراسل تونس الرقمية في الجهة أنه تقرر تأجيل النظر في ملفي الكاتب العام مراد الفرشيشي والمدرب المساعد صابر المحمدي من قبل لجنة الأخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم إلى يوم الجمعة 9 جوان. التأخير هذا جاء بطلب من الهيئة المديرة للأولمبي البيجي. يذكر أنه مكتب الرابطة قرر إحالة ملف تصريحات المدرب المساعد للأولمبي البيجي صابر المحمدي والكاتب العام للنادي مراد الفرشيشي بعد مباراة النادي الإفريقي على لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بعد الأحداث اللي شهدتها مباراة الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي. نذكر إلي المدرب المساعد للأولمبي البيجي صابر المحمدي كان قال لمسؤولين من النادي الإفريقي طلبوا مساعدة مسؤولي الأولمبي البيجي لتسهيل مهمتهم ومساعدة فريق باب جديد من أجل الحصول على نقاط الانتصار. نحكيو تنس. البطلة التونسية أونس جابر باش تكون في مواجهة قوية غدوة ضد البرازيلية مايا حداد المصنفة 14 عالميا، وذلك في إطار ربع نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس. نذكروا اللي بطلتنا تأهلت البارح للدور ربع نهائي بعد ما فازت على الأمريكية برناردا بيرا المصنفة 36 عالميا بنتيجة مجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و 6-1. هكا أونس تصبح أول لعبة تونسية وعربية تتأهل الربع نهائي رولان غاروس، كما أنها أصبحت أول لعبة أفريقية في التاريخ تتأهل الربع نهائي الأربع بطولات الكبرى. نختم الريبريك متاعنا بأخبار المنتخب الوطني لكرة اليد اللي يدخل اليوم في تربص تحضيري في المهدية، يتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع استعدادا لكأس أفريقيا للأمم القادمة اللي باش تتلعب في مصر من 18 إلى 28 جانفي 2024، وباش تكون مؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 وبطولة العالم الدنمارك النرويج كرواتيا 2025. التربص هذا باش يشاركوا فيه اللاعبين المحليين رفقة بعض اللاعبين المحترفين اللي استكملوا التزاماتهم مع أنديتهم. تربص المنتخب باش تغيب عليه عدة أسماء بارزة على غرار الثنائي أسامة البوغانمي والحارس أسيل النملي، إضافة إلى دعوة ياسين المدب المحترف في ألمانيا لأول مرة. هذا كان كل شيء اليوم في بريف سبور. أكثر أخبار تلقاهم على سيتنا tunisienumerique.com. لايك وبرتاج باش توصلكم أكثر أخبار. نتقابلوا في مواعيد لاحقة. باي باي ناس الكل.